السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايبي، اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهارده حبايب قلبي انا نزلت على الفطور بتاعتي، لقيت الفرخ ده، شوفوا المنظر ده، شايفين دماغ الفرخ عاملة ازاي؟ كل ده هوا هوا اهو يا حبايبي، تحت ايدي اهو، بتك عليه حاسة بفرقعة، شايفين ده كده جسم الفرخ كله، شايفين النفخة دي، شايفين يا حبايبي، شايفين رقبته عاملة ازاي؟ معرفش بقى، كانت حاجة قرصته وجسمه عبى هوا او دي ايه، كل ده هوا اهو، شايفين المنظر ده. انا ما شفت دماغ الفرخ، قلت الفرخ الغريب ده جاي لي منين؟ ما عنديش فراخ بالمنظر ده، لا بدوهات ولا كلام من ده، يعني دماغه عامل بنظام الفراخ البدو والحاجات دي، انا ما عنديش فراخ بالنظام ده. الفرخ دي فرخ مهجن، شايفين المنظر ده، انا مش عارفه هو حصل له كده من ايه، كل دي ورم اهو، دي معبي هوا او ميه انا ما اعرفش، فانا مش عارفه ده هيبقى علاجه ايه ولا نظامه ايه. شايفين يا حبايبي، دي زي ما تكون حاجه قرصاه، حاجه قرصته اهو، شايفين، اقرب لكم الصوره شويه، لقيت رقبته عامله كده، ما اعرفش بقى كانت حاجه قرصاه ولا لا، كل ده هوا اهو، شايفين الهوا اللي جنب القرصه ده، شايفين الانتفاخ ده، ما انا مش عارفه دي ايه بقى ولا نظامه ايه. يعني هجيب لكم فرخ زميله اوريه لكم فرق ده من ده، دي فرخ زميله اهو، دي مفيش فيها اي حاجه، بس هما دخل عندهم بدأ عندهم بط تشمه، بس الفرخ دي طبيعي مفيش فيها اي حاجه خالص اهو، دي طبيعي خالص، انما شايفين ده من ده، هو اصلا الجو اليومين دول مش مظبط والدنيا بايظه خالص، فانا مش عارفه في ايه بالظبط. فلو حد فيكم عارف حل او علاج لاي حاجه، شايفين الحصاله بتاعته، كل ده هوا في جسمه اهو يا حبايبي، كل ده هوا، يعني انا ماسكه حاجه في ايدي عباره عن كتله هوا، مش ماسكه فرخ، معبي كله هوا، شايفين، يا رب بس تكون واضحه لكم، كل ده هوا يا حبايبي اهو، شايفين، يعني انا بتك عليه زي السفنج تحت ايدي اهو، مش عارفه ده اعمل فيه ايه كده. شوفوا، لو حد فيكم عارف علاج او حل للتعب ده يقول لي، يعني هي اول مره تحصل عندي، ما واجهتنيش المشكله دي قبل كده، فانا مش عارفه هو ده ايه بالظبط، يا ريت حد يفيدني. ما اعرفش ان الطشمه ممكن تعمل فيه كده او ايه السبب في كده، فيا ريت حد ممكن يفيدني في حاجه زي دي، لان لقيت كتكوت ميت النهارده، فانا مش عارفه دي ايه حلها ولا ايه سببها بقى بالظبط. شايفين المنظر، جسمه كله منفوخ، مع ان كتكوت صغير في السن وفي الحجم بس منفوخ اهو يا حبايبي، انا مش عارفه دي ايه بالظبط. هما عندهم طشمه جامده لان الجو مش مظبط زي ما انتم شايفين، الجو اليومين دول صعب، في هوا جامد، فممكن يكون الهوا ده اللي مأثر عليهم، بس انا برضو لازم افتح الشباك وهوي المكان، ما ينفعش نسيب الاوضه مكتومه، فيمكن التهويه مع الهوا ده هو اللي عمل فيهم كده، فانا مش عارفه اهو يا حبايبي. بالله عليكم يا حبايبي، اللي عنده معلومه او يقدر يفيدني باي حاجه ما يبخلش عليا بيها، عشان اقدر اعالج التورتي، لان عاوز يحصل لهم كلهم المنظر ده، لو حصل كلهم كده هيدمر الدنيا عندي، فربنا يسترها يا رب، وما يخسرش حد يا رب، ويفادل الجميع طيور بامر الله اهو يا حبايب قلبي. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.